من أهداف السعودية ميناء في بحر العرب في المهرة تم، وأنبوب نفط من المهرة إلى السعودية تم حتى يعني يتحاشى المرور من مضيق هرمز، وهذا الأمر تم للسعودية. الإمارات لها أطماع في عدن وسقطرة تمت، يعني شوف لا أحد ينازع أحد حتى في الأطماع، في أطماعهم لا أحد ينازع أحد، حتى في الحكومة نفسها هناك إرادة إماراتية فرضت على هذه، يعني هناك وزراء رفضت الإمارات أن تتم هذه الوزارة إلا إذا أدرجوا هذه الوزارات وهي السيادية بما فيها الخارجية حتى يتم التلميع لهم. وزير الخارجية أحمد بن مبارك هذا يعني ليس محل ثقة، هو إماراتي يدار بالريموت كنترول من أبو ظبي، وأيضا وزير النقل، وهذه أخطر ما في التشكيل الوزاري أن وزير النقل يعني مفروض إماراتيا، وهذا الذي سيشرع الاحتلال الإماراتي والتواجد الإماراتي في الموانئ، يعني الآن ستبرم اتفاقيات، سترمي في وجوه الإمارات اتفاقيات أبرمها وزير النقل الذي ينتمي للانتقالي الذي لا يعترف بشيء اسمه اليمن، وهذه من المهم. يقول لك هذه اتفاقية مع وزير النقل. السعودية أيضا فرضت وزير الدفاع وفرضت بعض الوزارات. شوف يا أخي عشان يدرك المشاهد كيف أنهم يعني سامحوني إنجاز التعبير، السعودية والإمارات يستحمرون الشرعية، يستحمرونها ويهينوها، يعني فرضوا وزراء من المجلس الانتقالي الذي يقولون هم هؤلاء الوزراء بعظمة لسانهم أنهم ليسوا يمنيين، يعني تخيل واحد وزير يقول لك أنا مش يمني، أنا من دولة اسمها الجنوب العربي، ويعطوه وزارة في حكومة يمنية. هذه واحدة من المهازل، يعني من كثرة من ضمن الاستحمار والاستعباط للشرعية أن يأتي هذا الوزير أو وزراء الانتقالي المدعومين إماراتيا ويقسمون يمينا أمام الرئيس هادي أنهم سيحافظون على سلامة اليمن وأمنه ووحدته واستقراره، وهم من دعاة الانفصال ومن دعاة دولة أخرى اسمها الجنوب العربي. يعني من المضحك أيضا أنهم يقسمون بجانب العلم اليمني ثم يخرج من القسم ليرفع علم الجنوب العربي.